وبين حتى وسائل الإعلام، هل من المفروض وقاية هاتة واحدة نقابات الكل واحد برك ومسؤول واحد هو اللي يباشر، ولا نقعد كيما هكا تعدد النقابات وكل يغني على ليلها؟ مع احترامنا للعمل النقابي الأمني، وفعلا النقابات الأمنية قامت بمجهود طيب ما ننكروهش، ولكن اللي صاير اليوم واللي وصلنا له ماذا يحدث؟ هو راهو مش من المفروض، هو المبدأ في الأمور هذا أنه تكون نقابة واحدة تمثل جميع الأمنيين وجميع الأسلاك الأمنية، لأنه حاجة ما يعرفوهاش النقابيين الأمنيين، هالتشرذم هذايا وهالتعدد متاع النقابات الأمنية هو بيدو يضعف العمل النقابي في المؤسسة. علاش؟ لأنه النقابات الأمنية أصبحت في وقت من الأوقات تتضارب في بعضها وتتضارب في مصالحها، هذه من ناحية. من ناحية ثانية والأهم، أن النقابات الأمنية في تعدد معناها الفروع متاعها وغيره فيهم برشا انحازوا إلى العمل السياسي وربطوا مع أطراف سياسية، وبالتالي وزارة الداخلية من اللي كان جهاز وزارة مسكرة ومتحدة مع بعضها أصبحت اليوم وزارة تخضع للتقاسم والانقسامات والتجاذبات السياسية. يعني التشرذم النقابي في حد ذاته أضر بالعمل النقابي أكثر من اللي نفعه. يعني المنطق في الأمور أنك تتوحد في نقابة معناها نقابة تمثل جميع الأمنيين على مختلف أسلاكهم، وتنجم في وسط النقابة دي تعمل تفرعات أنت بتبيعة مثل كل قطاع على روحه وغيره، وهذا يوحد أولا الموقف ويوحد الصفوف، وخاصة يمنع الاختراقات، لأنه اللي صار اليوم شنو في النقابات الأمنية، عديد النقابات صار فيها اختراقات من الأطراف، راهو شوف النزاهة والقداسة في كل قطاع أنا نكرهها ونرفضها، في كل قطاع فما الباهي والخايب. فما أنت تكون باهي وعندك غايات نبيلة وعمل نقابي والدفاع على حقوق ومنظوري الأمنيين متاعك وغيره، لكن فما أطراف أخرى معاك أنت تعتقد فيها معنى حسنية، لكن هي أطراف خبيثة وتاخذ معناها في أموال من وتوظف من أجل غايات سياسية لأحزاب معين، وهذيك الاختراقات كيف صارت راه؟ لأنه الجهاز قد ما يكون مسكر قد ما يكون أكثر سوليد وأكثر معناها مناعة ضد الاختراقات. متانة ووحدة صح؟ لذا أنا نشوف اليوم الحل دقيقة فقط فضل. الحل الأنسب والأهم أنه يلزم في أقرب وقت تصير جلسة عمل بين وزير الداخلية ومختلف نقابات الأسلاك الأمنية ويخرجوا بحل واحد في عقد مؤتمر توحيدي وتصحيحي. شو دخل تقعد تقول نقعدوا مع وزارة الداخلية؟ لا تقعد النقابات مع بعضها بالأساس. مش أفسر لك حاجة، هو سلطة الإشراف وزير الداخلية هي القضية. نقابات إذا تحطوا في المنطقة المهني راو نقابات الأمنية راو دورها الأساسي، معناها شوف راو مش نكون معك واضح، معناها على اختلاف الأسلاك النقابية فما أسلاك بالحق تتحدث على ملفات مهنية فقط معناها قطاعية خاصة، لكن فما بعض النقابات الأمنية راي تتدخل حتى في التعيينات، راو راهو تدخل حتى في برشا امور معناها التعيينات الامنيه غيره، معناها هذا راهو خطر على العمل النقابي في حد ذاته. كي تقول لي شم داخل وزير الداخليه والاطراف النقابيه، لانه باش يتوحد المواقف يلزم جلسه عمل بين سلطه الاشراف اللي وزاره الداخليه مع الاطراف النقابيه للخروج بحل في توحيد، معناها الطرف اللي يمثل النقابه يعني لانه لازم يكون طرف معترف به من سلطه الاشراف. هذه شو تحدث هو لا علاقه لا نتحدث بالطبيعه، نحن نتحدث عن النقابات الامنيه الموجوده معناها بصفه قانونيه. حوارنا مع سي شكري حميده قال نطمن منظورينا ونقول لهم رانا ما زلنا